هرب جمل من صاحبه لسوء معاملته له، وجلس في مكان ليستريح. فجاء إليه حمار وقال إنه هرب من صاحبه كذلك. وبعد قليل لمح قافلة مقبلة، وأبصر الحمار حميرا كثيرة بين حيوانات القافلة، وأراد أن يتباهى أمامها بصوته، فقال للجمل: عندي أغنية أود أن أغنيها. فقال الجمل: لا تفعل، وإلا أرشدت رجال القافلة إلى مكاننا. لكن الحمار الأحمق بدأ يغني بصوته الخشن، فسمعه أصحاب القافلة وأرسلوا من أمسك بهما، ووضعوا فوق ظهريهما كثيرا من البضائع. وأراد الحمار أن يخرج من الورطة التي أوقع نفسه فيها، فتظاهر بالمرض. عندئذ أخذ رجال القافلة الحمار ووضعوه فوق ظهر الجمل، واستمرت القافلة في سيرها حتى وصلت إلى حافة واد عميق. فقال الجمل: أريد أن أرقص. فصاح الحمار مذعورة: أرجوك لا ترقص، وإلا سقطت من فوق ظهرك إلى هذا الوادي العميق وتحطمت عظامي. فقال الجمل: وهل كان من الضروري أن تغني؟ إنني أنا الذي يدفع الآن ثمن غنائك. ثم رقص الجمل، فسقط الحمار سقطة مؤلمة علمته أن يفكر جيدا في نتيجة كل عمل يقوم به قبل أن يبدأ فيه.